كان جلسة عامة خارقة العادة لتنقيح بعض مقتضيات وفصول القانون الأساسي. أهم النقاط سوف نأتي على كم النقاط. أهم النقاط هي إعطاء الصلاحية للمكتب الجامعي لدراسة ملفات انخراط الجمعيات. تعلم أن هناك العديد من الجمعيات اليوم تحب تنخرط في الجامعة وتحضر ملفات، وعندما يرفض الطلب متاعها تتوجه إلى اللجان القضائية لحمل الجامعة على معناها الانخراط. تعرف أن مسألة الانخراط هي مسألة تحتاج إلى دراسة فنية، دراسة قانونية، دراسة إدارية. الجامعة قادرة باش تعملها بغض النظر عن الهيئات الأخرى مع احترامنا لها، فتقعد إذن الإدارة الفنية والإدارة التابعة للجامعة هي لها الصلاحية في تقديرها، لأن الملف مستوفي من الناحية الإدارية ومن الناحية القانونية اللي عرضوا على الجلسة العامة. المسألة الثانية اللي تعرضنا لها هي مسألة الترشح. برشا ناس اعتبروا أنه احنا سكرنا الترشح لرئاسة الجامعة. نحب نقول لا، التسكير ما صارش، صار معناها اونيكمون معناها الأحداث نوع من التوازن بين الترشح للرابطة والترشح للجامعة، معناها زدنا كلمة الدفي ليه معناها بصفة مسترسلة. بالنسبة للرئيس ونائب الرئيس اعتبرنا، والنص كان موجود، اعتبرنا أنه الاستثناء متاع المستوى التعليمي لا يمكن أن ينسحب على الرئيس ونائب الرئيس. المسألة الأهم، ويمكن معناها هنا الأخوان في الهيئة التحكيم الرياضي اللي أنا جزء منها وكنت من الأولانين اللي معناها انتميت لهذا الهيكل، لاحظنا في السنوات خاصة الأربع والخمسة سنوات الأخرى أنه مصير البطولة، مصير القرارات الهامة اللي تتعلق بالبطولة ولا يمر عبر أروقة التقاضي، التقاضي اللي هو خارج إطار الجامعة. هذا معناه مش معمول به في العديد من البلدان. شوفوا بلاد كما فرنسا والمغرب المسألة هذه ماهيش موجودة. نحن نحترم التحكيم الرياضي ولكن لابد من تحديد مجاله. المجال سينحصر على المسألة التأديبية، أن هنا نحترم أنه إذا كان لاعب أو مدرب أو مسؤول يعاقب أكثر من أربع مقابلات أو أكثر من ثلاثة شهر، فمن حقه باش نحفظوا له حقه باش ينجم معناها يطعن الهيئة التحكيم الرياضي تكون موجودة. كذلك في خصوص القوائم الانتخابية، ماذا بينا تقعد القوائم الانتخابية خاضعة للمراقبة نتاع الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. بالنسبة لقرارات التسيير، هذه قرارات تقعد من اختصاص، من صميم اختصاص الجامعة والهيكل تابع الجامعة، ومش معقول اليوم باش نسميه محكم أن حكم أو نحطوه في ليستة دولية أو حكم يقع الاستغناء عن خدماته أو تعيين نورزنامة أو تعيين مقابل المقابلات. هذه زي ما تخضع إلى درجات تقاضي تخلط التحكيم الرياضي. هذه اعتبرناها معناها غير جدي، وترتب عليه المس من صورة كرة قدم التونسية بشكل رهيب السنوات الأخرى. راهو كي نقول جامعة، راهو مش احنا نحكموا كمكتب جامعي، راهو فما لجان قضائية خاصة اللجنة الوطنية للاستئناف اللي هي أكبر ضمانة للتقاضي في تونس، باعتبار اللجنة هذه يقع تسميتها من طرف القائمة اللي تتقدم الانتخابات ويقع تسكيتها من طرف الجلسة العامة. فبالتالي الناس هذوما خذوا حذاو معناها بالموافقة وحذاو بالثقة متاع الجلسة العامة الانتخابية، فبالتالي لابد كذلك نعطيهم ثقة في اتخاذ القرارات النهائية اللي تم خاصة المسائل التسييرية.